اختتم منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 والذي أقيم في مركز البحرين العالمي للمعارض بورش عمل متخصصة في مجال الذكاء الصناعي بمختلف فروعه واستخداماته. هذه الورش التدريبية والتي أقيمت على هامش المنتدى طرحت العديد من المواضيع المتخصصة، حيث تميزت بحضور العناصر من مختلف الجهات الرسمية والخاصة المهتمة بهذا المجال، والذين أكدوا على أن كل ما تم طرحه في تلك الورش كان قيما ومثمرا. ورش متخصصة في ختام أعمال منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية تناولت الذكاء الاصطناعي بأسلوب دقيق، فطرحت من خلاله عددا من التفاصيل التي تحفز على تطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات بمملكة البحرين، بل والتوسع في عملية تفعيلها على أرض الواقع، خصوصا وإن البحرين تمتلك بيئة خصبة للتكنولوجيا. طبعا كمعهد البي اي بي اف احنا سعيدين بمشاركتنا في هالمنتدى المهم كشريك معرفة. شاركنا في الجلسات الحوارية لما تعلق باستراتيجية المملكة البحرين بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وطبعا قدمنا ورشة عمل في اليوم الأخير تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، الأخلاق المهنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيف الجميع ممكن يستفيد من هذه التطبيقات. هدفنا نحن نشارك في إضافة للكوادر الوطنية والمشاركين في هالمنتدى أن زيادة معرفتهم في هالمجال المهم وأيضا بناء مهاراتهم في هالمجال. معلومات قيمة تنوعت بين الجانب التقني والفني والتكنولوجي قدمها المحاضرون، وأكدوا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم مرتكزات الاستراتيجية الوطنية لما له من أهمية قصوى أصبحت تلعبها هذه التقنية في إيجاد بيئة متقدمة ومتطورة في قطاع المعلومات والتكنولوجيا. ما عادت مجرد ترند موجود في العصر اللي احنا موجودين فيه، عادت حاجة ماسة تدخل في حياتنا اليومية بكل تفاصيلها. واليوم المؤتمر وضح أن مو بس في الصناعة أو في التعليم أو في الصحة أو في الأمن، يدخل في كل القطاعات، وأعتقد أن احنا من مختلف القطاعات اللي متواجدين في هذا المؤتمر استفدنا استفادة كبيرة. من أهم الأشياء اللي يعني خلاها المؤتمر مغروسة عند الحاضرين أن لكل شيء جوانب إيجابية وسلبية، ولكن يجب أن لا تمنعنا مخاوفنا من مخاطر أو سلبيات الذكاء الاصطناعي، إن احنا نوقف لازم نتعاطى معه ونتعامل معه ونستفيد الاستفادة الكبرى من مميزاته وأثره في الميدان، مع إن احنا نحاول إن نحمي روحنا من الريسكس اللي موجودة فيه. جزء من جهود الهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية تطوير الجيل البحريني ليواكب تقنية المعلومات والاتصالات بأحدث طرقها وأحدث وسائلها عشان يكون ملم بكل المهارات الموجودة في سوق العمل. المشاركون في ورش عمل المنتدى التدريبية أكدوا على أن كل ما تم طرحه اليوم قد قدم لهم نظرة شاملة حول الاعتبارات الأخلاقية واعتبارات الخصوصية في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الخالية من التحيز، بالإضافة إلى الطرق المثلى في التعامل مع هذه التقنية المتقدمة والعمل بها في مختلف المجالات. جملة من المعلومات الدقيقة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي قدمها عدد من المتخصصين في هذا المجال، فالورش التدريبية التي طرحها المنتدى في يومه الأخير ركزت مواضيعها على الأهمية الكبرى التي تلعبها تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.